مساء الخير. المناقيش هو واحد النوع من المعجنات شرقية عربية. السر ديالها بالنسبة لي أنا هو العجينة ديالها اللي إيبر مويلوز، كتطوى بحال المهم رطبة 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 لواحد الدرجة ما تصوروش. وتاني سر هو الحشوة ديالها. أنا هنا درت جوج حشوات سبيسيال مناقيش، وواحدة غشيت فيها شوية، فخليكم معايا باش تشوفوا معايا الوصفة. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في الوصفة، وأول خطوة طبيعة الحال هي العجينة. فغادي نحتاج ليها كاس ديال الحليب دافي، ماشي دافي بزاف، مهم ماشي بارد، غادي الدفا يعني. كاس نتاع الحليب دافي، كاس نتاع الماء عفوا دافي. وغادي نزيد عليه معلقة ديال السكر ومعلقة ديال الخميرة، خميرة ديال الخبز. غادي نخلط هاد العناصر بيناتها، ونخلي الخميرة حتى تتفاعل، ونولي نزيد العناصر الأخرى. هنا الخميرة كيف كتشوفوا بدات كتتفاعل. غادي نزيد 3 المعالق ديال اللبن. إلا ما عندكمش اللبن ديروا بيضة صغيرة، غير هو هذيك الحموضه اللي كاينه في اللبن كتساعد ان الخميره تتفاعل بشكل يعني بشكل احسن. دابا في هذه المرحله غادي نزيد، هنا عندي 6 الكيسان، نفس الكيسان نفس المقياس ديال الطحين، عندي هنا 6 الكيسان. غادي ندير منهم واحد 5 الكيسان ونشوف، حيت نورمالمون كتاخذ لي بين 5 و 6 الكيسان ديال الطحين حسب نوعية الدقيق اللي عندكم. صافي، وغادي نديرها كتعجن. كنعجنوها مرخوفة، يعني كنعجنوها مرخوفة باش فاش طيب تجينا يعني زوينة رطبة وهشيشة. صافي، غادي نديرها نزيد الملحة. غنزيد الملحة وغادي نديرها تعجن. مهم العجينه خاصها تكون بحال هكذا، كيف كتشوفوا راه ماشي قاسحه نهائيا، ماشي ملخوفه عاوتاني، ولكن كتلصق في اليد واحد اللصقه خفيفه، شفتوا كتلصق شويه في اليد. هذاك الطحين ما احتاجيتش نديرو كامل، بقات لي منه واحد مغادير كاس الا ربع، جوج ثلثين كاس اللي بقات لي هنا. غادي نخليها جانبا. هاد العجينه هادي غادي ناخذ واحد الجبانيه، غادي ندهنها بالزيت، وغادي ندير فيها هاد العجينه تخمر، خاصها تخمر ضعف الحجم ديالها، وعاد ندوزو للعشويت. غطيت السلطه ديالي بلاستيك غذائي وخليت العجينه كتخمر حوالي 40 دقيقه. خلال هاد 40 دقيقه انا دزت باش نوجد الحشوات. اول حشوه وجدتها وهي سبيسيال ديال المناقيش، هي خلطه الاجبان. انا الاجبان اللي كانوا عندي اللي توفروا عندي هما الغرويير، فرماج غابي اللي كيتباع واجد في المحلات، والموتزاريلا، وشويه ديال الجبن الماعز. الاجبان نتوما احرار ديروا اللي بغيتوا، يعني اللي توفر عندكم استعملوه. مع هاد الاجبان شنو كنديروا؟ كنديروا راكم شفتوني درت 2 معالق ديال اللبن، من بعد زدت معلقه. ما توفرش عندكم اللبن غادي ديروا شويه ديال بلوند بياض البيض باش تجمعوا به هذوك الاجبان، شويه ديال حبه البركه ولا السانوج، هذا هو ضروري السانوج في هاد الحشوه هذه. وخلطت الكل وخليته على جنب. الحشوه الثانيه سهله، اسهل وحده، فيها الزعتر يابس وزيت الزيتون فقط. هاد الجوج هما كنخلطوهم وكنستعملوهم كحشوه. والخلطه الثالثه او الحشوه الثالثه هي اللي قلت لكم غشيت فيها شويه. انا درتها بلا باز ديال المعدنوس، درت معدنوس بزايد، ربطه صغيره ديال المعدنوس، مقطع شويه كبير ماشي صغير،
هنا كانت عندي، كان باقي عندي الفلفله والبصله مشحرين من الحشوه ديال البارح ليه، قطعتهم بحال هكا قطع شويه كبابرين ماشي صغار، المهم غير قطعتهم حيت انا كانوا عندي قطع كبار، زدتهم على هذوك على هذاك معدنوس. وهنا البصله والفلفله راه كمثال، تقدروا تستعملوا بورو، تقدروا تسلبوا اللي هو البواغو، تقدروا تستعملوا المهم الخضار اللي بغيتوا. يعني هنا هاد الحشوه حره، زدت فيها الثومه بودره، زدت فيها معدنوس يابس، زدت شويه ديال الكيتشب او لاصوص طوماطي الا بغيتوا، وزدت شويه ديال الزيت المنسمه بالاعشاب، ابزار، ملحه، وفقط خلط هادشي كامل ودارت لي حشوه ثالثه. جات شويه بحال العجينه ديال البيتزا، ولكن جمع دنوس بما انه جمع دنوس غالب فكان فيها واحد المذاق شويه يعني شويه سبيسيال زوين. صافي كيف كتشوفوا الخميره ديالي هنا، العجينه ديالي خمرات، فغادي نديغازيها دابا، غادي نخرج من هذاك الغاز كامل. فكيف كتشوفوا شربات هذاك الزيت كامل، ومن الاحسن ديروا زيت بزايد. فاش تبغيو ديروا الزيت في الجبانيه باش تخمر العجينه، ديروا الزيت بزايد يعني كيزيد كيرطب هذيك العجينه. هنا غادي ندوز، غادي نشكل كويرات صغيره، انا درت فيها غير بين 50 و 60 غرام، المهم درت فيها الاغلبيه درت فيهم 55 غرام في كل كويره ديال العجينه، باش يجيو صغار يعني باش يجيو حلوين في الشوفه. بغيتو تكبروهم كبروهم، ولكن من الاحسن كيجيو صغار كيجيو حلوين في الشوفه، وحتى في التقديم ديالهم كيجيو زوينين. فالشكل الاول كيفاش كيف كتشوفوا معايا، كنرقق الوسط باش نحط فيه الحشوه، والجناب كيبقاو غلاضين، يعني كدير بحال واحد البير في الوسط اللي كنعمر فيه الحشوه. واحد الملاحظه مهمه جدا، هاد العجينه راه كتنفخ فاش كطيب، كتنفخ يعني رققوا 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 العجينه فين غادي تحطوا الحشوه. صافي هاد النوع الاول درت فيه درتو بالحشوه ديال الزعتر وزيت الزيتون، وما تخافوش من هذيك زيت الزيتون راه في الطياب كتشربها العجينه، يعني ما كتبقاش يعني سائله فوق الحبه ديال المناقيش. المهم انا هاد الحشوه ما كثرت منها لان كنت عارفه بان غير انا وراجلي اللي غناكلوها، الدراري ما ياكلوهاش، فدرت غير ثلاثه الحبات منها. الشكل الثاني هو شكل القوارب اللي مألوف، يعني مألوف كنشوفه اكثر من الشكل الاول. فمهم تشكيل القوارب الكلاسيكي، الصوره جو كوا الفيديو اوضح من التعبير. وهذا الشكل هذا هو اللي غادي ندير فيه الحشوه ديال الاجبان، باش حيت فاش بما انه كيجي مطوي على الجناب، فهداك الجبن واخا غادي داك الفرماج واخا غادي يسيح غادي يبقى في قلب الحبه، ما غاديش يخرج عليها. داكشي علاش هذا الشكل القارب درت فيه داك الحشوه ديال الاجبان. وبالنسبه للشكل الثالث والاخير فهو بحال الشكل الاول، غير باش نديفيرونسيه شويه درت فيه بحال واحد النقيشات هكا غير بصبعي، غتشوفوا الطريقه دابا، على كاع الاطراف ديالو الحواف ديالو، فجا بحال الا منقوش على الحواف، وهو اللي درت فيه هذيك الحشوه ديال المعدنوس والفلفله والبصله. فاستمريت على هذا النحو وكملت كاع هذوك الكويرات ديال العجينه اللي بقات لي. المهم كتخرج زعما هذا المقدار اللي عطيتكم
كميه لا باس بها. المهم حنا كليناها في النهار الصراحه، ولكن كميه لا باس بها. يعني هنا كلمسه اخيره، هذيك الحشوه ديال المعدنوس زدت عليها شويه ديال الموتزاريلا الفوق، ديال الفرماج زدت عليها شويه ديال الحبات ديال السانوج غير باش نهرس هذاك البياض ديال الحشوه. و اخر خطوه، اخر مرحله هو الحليب. خديت شويه ديال الحليب ودهنت به هذوك الاطراف ديال 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 العجينه اللي باينين من العجينه. ما بغيتوش ديروا الحليب ديروا صفار البيض، ما بغيتوش ديروا صفار البيض ديروا الماء، ماشي مشكل. صافي، في هذه الاثناء هذه شعلت الفران، ومرحله مهمه جدا ديال الفران، خاص الفران يسخن لاقصى درجه عندكم. انا بالنسبه ليا سيتي 280 280، فاش سخنت الفران على 280 هما عندهم نفس الطياب ديال البيتزا، يعني خصهم يبقاو اقل فتره في الفران. خداو مني انا 5 دقائق، 5 دقائق 280، 5 دقائق. كان في الاول درت 3 دقائق، فرانشمون الفوق كانوا محمرين، طلعتهم من التحت كانوا شويه بويض من التحت، فرديتهم زدت لهم 2 دقائق وخرجتهم. اون فوا كنخرجوهم وكيف كتشوفوا معايا، شوفوا الحشوه ديال الزعتر ما بقاش فيها الزيت نهائيا. فا اون فوا كنخرجوا البلاطو كنغطيوه بواحد السيرفييت باش هذيك السخونيه ترجع عليه، وهو اللي كيخلي العجينه رطبه رطبه رطبه. والله العظيم راه لا ابالغ، ثقوا بيا كتجي رطبه بزاف، كتستوى. الا ما كليتوش الكميه كامله راه تقدروا تكونجليوها وتجبدوها في النهار اللي بغيتو تاكلوها، تسخنوها غير شويه كلكو سكوند في الميكرووند ولا في الفوغ وصافي، كتولي بحال في نهارها. وهكذا كنكون ساليت الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون لقيتكم وخليتكم على خير. الا جربتوا وصفه من وصفاتي صيفطوا لي التصاور، فهاد الشيء غادي يساعدني بزاف، وغنبارطاجي الرياليزاسيون ديالكم عندي في الانستغرام. ومن هنا الى وصفه لاحقه كنقول لكم خليتكم على خير، تهلاو في راسكم، الى اللقاء.